كان هذا الاختبار الأول، التمرين الأول، التمرين الثاني، التمرين الثالث، هذا هو نص الاختبار. دراسة نفسية تحليلية حسب علم النفس التربوي للتاريخ. هذا أول اختبار في حياتكم في الثانوية. أول مادة بديتوا بها هي الرياضيات. طبعا لهذا تداعيات جانبية تختلف من تلميذ لآخر، فهناك من اضطرب واختلطت عليه الأمور. هذا صار لكم في البيام. البيام أول مادة عقبتها العام اللي فات، كذلك كانت هذاك الخوف على الامتحانات، مدامنا في الانترنت معروف هذا المشكل عند التلاميذ، أعراض رهاب الامتحانات وطريقة التعامل معه، رهاب الامتحان رهاب نوعي، وتختلف من تلميذ إلى آخر كيف تتغلب على مشكلة الرهاب من الامتحانات. أنا أعرف كيف تتغلب. كيف تتغلب؟ تراجع هذه الفيديوهات مبكرا، هذا هو العلاج. أصلا هذا هو العلاج. إذن كلام كبير، لا أريد التفاصيل. هنا يبدو الفرق بين اختبارات المتوسط والثانوي، فذلك تعليم إسفنجي وهذا استنتاجي. فالثانوية ما تقدرش تقول حاجة ما قريناهاش، لأن هذيك تقولها في المتوسط. المتوسط كاين تعليم إسفنجي. التعليم الإسفنجي أنك تتعلم شيء في القسم وتطالب بمثله في الاختبار. يعني هناك بعض الأساتذة من توقع شهادة التعليم المتوسط، لأن شهادة التعليم المتوسط مكررة. هناك بعض الأساتذة من يتوقع الأسئلة في شهادة التعليم المتوسط، ولكن في البكالوريا لا يتوقع أستاذ الثانوي البكالوريا، لأن فيها أفكار أخرى. هنا التعليم الإسفنجي وهنا التعليم الاستنتاجي. وفي الجامعة البحث العلمي، أنت تتطور في معارفك، ولهذا لا تنتظر ما كتبته في الكراس فقط، فهناك واجبات منزلية. هل أنجزت جميع الواجبات المنزلية التي طلبت منك؟ لأن فيها معلومات تكميلية، ونستطيع أن نثبت أن هذا الاختبار مكرر سطر بسطر سطر بسطر. أستطيع أن أثبت ذلك، أن كل الأسئلة موجودة سابقا. التلاميذ الذين لم ينجزوا واجباتهم المنزلية هم من يفتقدون شيء، كما هذا السؤال مربع العدد الطبيعي، هذا موجود في الهدية رقم 4، وهذا القيم الحدية موجود في الهدية رقم 5، وقد طلبت منكم كواجب منزلي. التلاميذ الذين أنجزوا الواجب المنزلي سيرون هذا الجواب. نستطيع أن نثبت ذلك لاحقا. وهناك شرح ومعلومات شفوية. الأستاذ يعتمد كذلك على السكات في القسم. إذا كان السكات في القسم، الأستاذ يمد معلومات شفوية لكي يزيد نسبة المتابعة والتركيز. يقصد معلومات شفوية ولا يكتبها في الكراس، ليتعود التلميذ على الإنصات وعد السكوت في القسم. والغيابات، ربما سجلت أنت غياب قال الأستاذ فيه معلومة شفوية، فكيف تنظر إلى الكراس؟ إذن الكراس ليس كل شيء مكتوب في الكراس. هناك البحث العلمي، تلاميذ يديرين ساعة زايدة يقرأ، وتلاميذ يسلفوا كتابات يحلوا، تلاميذ يشوفوا زملائهم الآخرين ماذا يفعلون. هذه كذلك تنعكس في الاختبار. إذن الاختبار هنا كان مقبول جدا إلى حد بعيد. الذي لا افتقد شيء، هل غاب؟ هل كتب كل شيء؟ هناك تلاميذ تنقصهم دروس، هناك تلاميذ لم ينجزوا واجباتهم المنزلية. إذن عبر التاريخ
التلاميذ يستصعبون الاختبار، ويمكن أن نتجول بالفيديو لإثبات ذلك. مشهورة، تلاميذ العام يشكو. إذا يكفي أنك تكتب امتحان رياضيات صعب، تجد التلاميذ والصحافة انطباعاتهم حول الاختبار، آراء الطلبة، آراء التلاميذ، ردود فعل الطلبة. معروف هذا. بعد كل اختبار تتجول الصحافة لترى رأي التلاميذ، وهل الاختبار كان صعب. مثلا هنايا تباين الآراء حول أسئلة امتحان الرياضيات، مثلا هنايا هذه طفلة تبكي. معناتها يكفي أنك تروح تشوف الفيديوهات، تلقى كل الناس يشتكون. إذن ولهذا ليس الجديد هنا، لا تفاجئني إذا استصعبت الاختبار. إذن الجديد في هذه القناة، قناة تجربة أساتذة، هو أن نغير التاريخ. كيف نغير التاريخ؟ فكرة المراجعة بالفيديوهات كما تابعتم لاقت استحسانا وذاعت صيتا. ولهذا ماذا لو فكرنا في الاختبار الثاني من الآن؟ أليست فكرة رائعة؟ إذن البكاء والنحيب والاستصعاب و هذه كلها لا تفيدك. لا تتمسك بالمشاعر التي التي لا تتمسك بالمشاعر التي تتسبب لك في الألم. إذا كنت تريد أن تبني مستقبلا وأن تكون رائدا وأن تكون، ما عليك إلا أن تفكر بجدية في الاختبار الثاني من الآن. الآن هو هذا. أول شيء بسط العدد آه. تبسيط العدد آ، نقل السؤال، نبحث عن إشارة آ فيه النقص 1 6 مرات، نقص 1 5 مرات، نقص 1 10 مرات، وهذا نقص 1 3 مرات إلى الأعلى. ديرها زائد ولا نقص لا تؤثر. هنا عدد زوجي يعود 1، وهنا عدد زوجي يكون 1، وخمسة ناقص 3 عدد زوجي يكون 1. إذا هذا العدد كله زائد 1، ماذا يبقى؟ 2 أس 6، 6 أس 5، 3 أس 10. والأسفل ننزع الأقواس وننزع الإشارات. نحن الآن في هذه المرحلة. 2 أس 6 على حالها، 6 أس 5 نحلل الستة هي 2 في 3، أس 5 معناتها 2 أس 5 3 أس 5، أعوض بها. 3 أس 10 على حالها. في الأسفل 18 أس 5، 18 هي 2 في 9، معناها 2 أس 5 3 أس 10، أعوض بها. 12 أس 3 هي 4 في 3، 2 أس 4 3 أس 3، أعوض بها. وهذه 10 أس 2، 2 أس 2، 5 أس 2. نلاحظ حسابات بسيطة تظهر في أول مرة. نستطيع الاختصار. 2 أس 6 2 أس 6، 3 أس 10 3 أس 10، 2 أس 5 2 أس 5. ماذا يبقى؟ 3 أس 5 3 أس 3 2 أس 2 5 أس 2. نجعل كل شيء في البسط لتكون من الشكل 3 أس ألفا 2 أس بيتا 5 أس جاما. أحيانا نحتاج هذه الكتابة. 5 ناقص 3 2 أسس سالبة أتخلص منها. 3 أس 2 4 في 25، 9 على 100 هو 0.09. هل العدد 20؟ على إجابتك نعم العدد 20. نعم
العدد A20 والعمل السابق خير دليل. نضع A يساوي 3 أس 2 2 أس 2 5 أس 2. لاحظ نفسه 3 أس 2 2 أس 2 5 أس 2. إذن A نفسه و B و C. اكتب C على شكل كسر اللي هو هذا. السي هو هذا، نفصل الجزء الصحيح على الجزء العشري. الجزء العشري هو من الشكل 3 على 9، نظرية برهناه. البسط في البسط، المقام في المقام، المقص 3 في 23 في 9، 3 في 1، 1 في 9، فأجد هكذا. بالآلة الحاسبة 210 على 9 هي 23.3 مكررة. هذه 0.3 كيف أجدها كسرية؟ نضرب في 10، نفصل الجزء الصحيح عن الجزء العشري، نحصل على معادلة ذات مجهول واحد هو إكس. نحل هذه المعادلة، هذا هو سي. ورتبة مقدار أ، نكتب الكتابة العلمية ثم ندور الجزء العشري إلى الوحدة. 9 في 10 قوى ناقص 2. عين رتبة المقدار ثم قارن A مربع A أس 3. عندي A محصور بين 0 و 1، نضرب في A ثم نضرب في A، فأجد أن 1 أكبر من A، والA أكبر من A مربع، والA مربع أكبر من A مكعب. معناه عندي الجواب هذا. اختبر أولية B. واضح أنه ليس أولي لأنه يساوي 77%، يفكك فهو غير أولي. ثم حلله إلى جداء عوامل أولية شفويا، نستطيع الجواب شفويا. هذا 77%، 77 هي 7 في 11، والمئة هي 4 في 25. إذن 7 في 11 في 2 أس 2 في 5 أس 2. استطعنا أن نحلل شفويا. كتابيا 77% معناه غير أولي، إلى جداء عامل أولية 77%، 77 هي 11 في 7، المئة هي 4 في 25. نرتب حسب العوامل المتصاعدين متصاعدة. 2 أس ألفا، 5 أس بيتا، 7 أس جاما، 11 أس لندا. معناه 2 أس 2، 5 أس 2، 7 أس 1، 11 أس 1. آخر سؤال، أوجد أصغر عدد طبيعي ك بحيث يكون هذا الجداء مربع لعدد طبيعي. أصغر عدد بحيث يكون هذا مربع ABK هو هذا. نختصر هذا مع هذا، تبقى 3 مرتين، 7 مرة، 11 مرة. ماذا يكون ك لكي تكون هذه مربع؟ يكفي أن تكون 7 في 11 لتكون 3 مرتين، 7 مرتين، 11 مرتين. إذن ABK أصبح مربع للعدد الطبيعي 3 في 7 في 11. التمرين كان سهل، يكفي أنك تفهم من المحاكاة. اشترى أب مسطرتين وكراس وممحات، عنده مسطرتين وكراس وممحات، ولكن عندما أراد أن يقسمها بين أولاده، بين ولديه بالعدل، يعطي الأول مسطرة الثاني مسطرة، يبقى كراس وممحات. ماذا يشتري ليعدل بين الولدين؟ يشتري كراس آخر وممحات أخرى، فيكون عنده مسطرتين وكراسين وممحاتين. إذا نفس الشيء هنا، الكراس والممحات، نستطيع أن نقول المسطرة رقمها 3، الكراس رقمه 7، الممحات رقمها 11. نرقم الأدوات المدرسية، فماذا يكون هذا المقدار؟ مسطرتين وكراسين وممحاتين. ماذا كان عنده؟ مسطرتين وكراس وممحات. إذا نستطيع أن نحل هذا التمرين على شكل مسرحية، على شكل مسرحية.
نأتي ونقسم وما إلى ذلك. التمرين سهلة، انتهى حل التمرين الأول. عين حدي المجال المغلق اي الذي مركزه كذا وطوله كذا. مركزه هذا العدد وطوله هذا العدد. يمكنك الجواب بالرسم. 7 على 2 هو 3.5، 4، 4.5، 5، 3.5، 3، 2.5، 2، نصف، نصفان، 3 أنصاف، 4 أنصاف، 5 أنصاف، 6 أنصاف. الطول هو 3 والجواب هو 2.5. نضع اي هذا المجال. اكمل الجدول التالي: المجال والحصر، المسافة والقيمة المطلقة. 4 خانات فارغة. الخانة الأولى هدية 2.5، الخانة الثانية كذلك هدية، محصور بين 2 و5. اثنان وخمسة معناتها الحصر بين 2 و5. هذا المجال 2.5 نفسه السابق، ما هو مركزه وما هو نصف قطره؟ إذن هو المسافة بين إكس وسي الأقل من آر. من هنا هذه الخانة سهلة وهذه الخانة سهلة. من هنا إلى هنا المسافة بين إكس وسي أقل أو تساوي آر. من هو السي؟ مجموعهما تقسيم 2. من هو آر؟ الكبير ناقص الصغير تقسيم 2. ومن هنا إلى هنا سهلة، من القيمة المطلقة إلى المسافة سهلة. القيمة المطلقة x ناقص y تساوي المسافة بين x و y. إذن المسافة بين x و c نفسها القيمة المطلقة x ناقص c. استنتج حلول المعادلة والمتراجح. هذا زائد هذا وهذا ناقص هذا، هذا ناقص هذا وهذا زائد هذا. بالنسبة للأكبر متى تكون أصغر أو تساوي؟ في 2.5، والعكس ما عدا 2.5. أو نقول بالرسم، هذه النقطة، هذه النقطة، أو هذه، هذه النقطة تبتعد 1.5، من هنا إلى هنا 1.5، هنا أكثر من 1.5، أكثر من 1.5، هذه القيم كلها أكثر من 1.5. نفس الشيء من هنا إلى هنا 1.5، وهنا أكثر من 1.5، أكثر من 1.5. إذن من هي النقاط التي تبتعد أكثر من 1.5 عن هذه النقطة؟ هي هذه الأعداد وهذه الأعداد، ناقص ما لا نهاية 2.5 زائد ما لا نهاية. بالرسم أو كما قلت منذ قليل، هناك شرحان لهذا السؤال. الأوراق هذه موجودة أسفل الفيديو. بفرض X ينتمي إلى هنا، برهن صحة هذه العلاقة وصحة هذه العلاقة.
إكس ينتمي إلى هنا، معناه إكس محصور، كيف أصل إلى هذا؟ نضرب في ناقص 7 ثم أضيف 8، نضرب في ناقص 7 يتغير اتجاه المتراجعة، أضيف 8 لا يتغير اتجاه المتراجعة، نحسب الأعداد ثم نصل إلى المطلوب. ما يهمني في الفيديو هو الفرصة التي أتيحت لي كي أشرح هذا الكلام هندسيا. 8 ناقص 7 إكس، 8 ناقص 7 إكس ثمانية ناقص 7 إكس هو هنا، هو هنا 8 ناقص 7 إكس هو هذا المستقيم، هذا المستقيم هو 8 ناقص 7 إكس. نفسر هندسيا هذا الكلام، ناقص 27 وناقص 6، نبحث عن 2 5، هذه دالة وهذا اقتصار الدالة على هذا المجال. إذن نفسر هندسيا، معناه عندي مستقيم مثل الربع متوسط معادلته 8 ناقص 7 إكس دالة تآلفية، ونرسم المجال هذا 2 5، 2 5 معناتها نبحث عن لابسيس، 2 دوزيام بوان 5. إذا لاحظ هنا 2 2 مع ناقص 6 و5 مع ناقص 27. نعيد، الاثنان هنا تكون هنا، والخمسة ناقص 27 هنا. إذن هذه ناقص 6 وهذه ناقص 27، هذا الكلام اللي وجدناه هنا، ناقص 27 ناقص 6، ناقص 27 ناقص 6، هذا اللي وجدناه. برهن صحة هذا الكلام. نفس الطريقة، إكس محصور نضرب في 2 نضيف في 3 نقلب الأطراف نحصل على هذا. نفسر هندسيا بنفس الطريقة، نرسم هذه الدالة، هذه الدالة أين هي 2 وأين هي 5؟ 2 هنا و5 هنا، إذن 2 هنا و5 هنا. معناه الواحد على 7 هنا والواحد على 13 هنا، اف 2 واحد على 7، اف 5 واحد على 13. هذا التفسير الهندسي، معناها الدالة محصورة هنا. صورة هذا المجال، هذا المجال بواسطة هذه الدالة هو هذا المجال، صورة هذا بواسطة هذه هو هذا. بالنسبة للسؤال الأخير، عندي ألفا يساوي بيتا يساوي، ألفا مربع يساوي بيتا مربع يساوي، ألفا مربع ناقص بيتا مربع هو مقدار موجب، مقدار موجب معناتها ألفا مربع أكبر من بيتا مربع، نجذر الطرفين، لا ننسى أن جذر عدد مربع هو القيمة المطلقة، ثم نتخلص لأنها أعداد موجبة. انتهى حل التمرين والأوراق. آخر تمرين، F دالة معرفة
بجدول تغيراتها التالي. أولا نعلق، هناك دالة معرفة بدستور ودالة معرفة ببيان، وهذه دالة معرفة بجدول تغيراتها، متناقصة متزايدة متناقصة. نعلق، في الحقيقة هناك تعليق مهم، أنني يمكن الإجابة شفويا، لاحظ شفويا، مجموعة تعريف الدالة ناقص 3.5 F3.5 ناقص 1 F0 ناقص 1 F-1 ناقص 2 سوابق الصفر، الصفر هنا ناقص 3 سابقته و1 سابقته و3 سابقته، ناقص 2 هنا ناقص 1 سابقته. يعني استطعت أن أجيب عن 1 2 3 شفويا. إذا كانت الإجابة الشفوية ممكنة فلا عذر للتلاميذ أن يخطئوا هنا، لا داعي لأن تخطئ هنا. بالنسبة للجواب الرابع، هناك طريقة تعلمناها. أولا كيف ننشئ CF بالنقاط المساعدة، هذه نقطة مساعدة فاصلتها ناقص 3 ترتيبتها 0، وهذه نقطة أخرى ناقص 1 ناقص 2 0 ناقص 1 1 0 2 1 3 0 3.5 ناقص 1 1 2 3 4 5 6 7 هذه 7 نقاط نعلمها ثم نوصل بقطع مستقيمة. هذا الجواب شفوية. كذلك أستطيع أن أمر شفويا إلى القيم الحدية للدالة F. من هو أصغر عدد هنا؟ من هو أصغر عدد هنا؟ من هو أصغر عدد؟ ناقص 2 ناقص 2. إذن ناقص 2 هو القيمة الحدية الصغرى تبلغها عند ناقص 1. من هو أكبر قيمة؟ الصفر الواحد، نعم الواحد، الواحد. إذن القيمة الحدية الصغرى هنا القيمة الحدية الصغرى، والقيمة الحدية الكبرى هي 1. ناقص 2 قيمة حدية صغرى، 1 قيمة حدية كبرى. استطعت أن أجيب على السؤال الخامس شفويا. أكثر من ذلك، أستطيع أن أجيب شفويا على الجواب السادس. لاحظ كيف أجيب. إحداثيات نقط تقاطع CF مع حامل محور الفواصل وحامل محور التراتيب، هذه نفسها صورة الصفر وسوابق الصفر. إذن مع الفواصل عند النقطة هذه، مع الفواصل 0-1، ومع التراتيب عندي 3 نقاط، عندي النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة. النقطة الأولى، النقطة الثانية، إذن هذه نقطة تقاطع مع حامل محور الفواصل، وهذه 1 2 3 نقط تقاطع مع محور التراتيب. إذن أجبت عن كامل التمرين. أجبت عنه شفويا. إذن هل هناك إجابة مكتوبة؟ طبعا نعم، الإجابة الشفوية تفهم منها الأفكار، والإجابة المكتوبة تعلمك كيف تقدم الإجابة في جوابك. نبدأ، عين مجموعة تعريف الدالة F، نبحث عن نقطة البداية.
إذا اف دالة معرفة بجدول تغيراتها. الفكرة بالنقاط المساعدة نرسم سي اف وهو ليس وحيد، ثم نجيب عن الأسئلة، نضيف خانة مساعدة مثلا هنا الجيري ALGERIE، هذه النقاط تساعدنا، هذه النقاط في الجواب. الرسم على شكل مضلع أحسن وهو ليس وحيد. بالنسبة لدي اف، فاصلة البداية، فاصلة نقطة البداية، وفاصلة نقطة النهاية، نقطة البداية، نقطة النهاية، فاصلة نقطة البداية، وفاصلة نقطة النهاية. بالنسبة تساعدنا النقطة A والنقطة E، النقطة A والنقطة E تساعدنا النقاط هذه. F 3.5 ماذا نفعل؟ نبحث عن 3.5، 3.5، 3، 3.5 يتقاطع البيان، هذا المستقيم الأحمر وهذا المستقيم الأزرق، يتقاطع هذا مع هذا في النقطة E، ترتيبتها هو المطلوب. F صفر، F صفر نبحث عن صفر هنا، تقاطع هذا مع البيان في هذه النقطة، ترتيبتها هي المطلوبة. F ناقص واحد، هذا المستقيم يتقاطع هنا، ترتيبتها هي المطلوبة. بالنسبة لسوابق الصفر، نرسم المستقيم أفقيا، سوابق الصفر تقاطع البيان مع هذا المستقيم، واحد اثنان ثلاثة، فواصل هذه النقاط هو الجواب. سوابق النقص اثنان، نقص اثنان هنا يتقاطع مع البيان في هذه النقطة، فاصلتها هي المطلوبة. بكل بساطة، هذه الأوراق أسفل الفيديو. طلب إنشاء سي اف، أنشأناه وهو ليس وحيد، نفضل وصل النقاط بقطع مستقيمة ليكون المضلع سي اف هو نفس المضلع الجيري بهذا الشكل. بالنسبة للقيم الحدية ونوعها، بالذروة، بالذروة هذه تسمى الذروة، ال هي الذروة السفلى وار هي الذروة العليا، هذه الذروة وهذه الذروة. في الإسلام كان الجهاد ذروة سنامه، ذروة سنام الجمل، الجمل عنده الذروة. والأستاذ نور الدين في اليوتيوب يقول رأس الجبل والحفرة، هذه يسميها رأس الجبل وهذه يسميها الحفرة لتسهيل المفهوم. إذن F تقبل قيمة حدية كبرى هي ناقص واحد عند اثنان، وقيمة صغرى هي ناقص اثنين عند ناقص واحد، بمعنى أكبر ترتيبة مستعملة وأصغر ترتيبة مستعملة. بقت لنا إضافة، ما هي صورة المجال دي اف؟ صورة المجال دي اف، دي اف هو هذا، هذا هو دي اف، ما هي صورته؟ عندي هذه النقطة، عندي هذه النقطة، هذه صورتها، وهذه هذه صورتها، وهذه صورتها. لاحظ أن الصور كلها هنا، إذن من ناقص اثنين إلى واحد هو صورة المجال، من ناقص اثنين إلى واحد هي صورة المجال. بالنسبة للتقاطع مع محور الإحداثيات، طلب ماذا؟ عين نقط التقاطع مع محور الإحداثيات، جاوبنا عليه. مع محور الفواصل كاين A E E، مع محور التراتيب كاين G. مع محور الفواصل سي اف تقاطع اكس اكس فتحة هي A E E، وسي اف تقاطع يجريك يجريك فتحة هي G. وإحداثيات أو مركبات هذه النقاط عيناها سابقا، بداية التمرين عينا هذه النقاط، هاي وراها. إضافة، من هذا السؤال نستنتج صور الصفر وسوابق الصفر. صور الصفر هي فاصلة النقطة G، وسوابق الصفر هي ترتيبة النقاط A E E. بهذا نكون قد انتهينا من هذا التمرين وانتهينا من تصحيح الاختبار. انتهى الفيديو.